حقيقي كمان من المسلسلات المهمة قوي للناس مستنيها هو مسار إجباري، مسلسل درامي اجتماعي هنشوفه كمان كم يوم في ضمن موسم الدراما الرمضانية 2024. مسلسل اجتماعي من بطولة شباب كتيرة قوي منهم أحمد داش، عصام عمر، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين. خلونا نشوف أحداث القصة وأبرز الشخصيات في هذا التقرير. أنا عمر البرنس ودي وصيتي، بكتبها لأني حاسس إن الموت قرب مني. مسار إجباري، مسلسل درامي اجتماعي هنشوفه كمان كم يوم ضمن موسم الدراما الرمضاني 2024. مسلسل اجتماعي من بطولة الفنانين الشباب أحمد داش وعصام عمر ومجموعة كبيرة جدا من النجوم والفنانين. على قد اللقطة اللي احنا فيها دي، بس أنا مبسوط إن بقى لي أخويا. أحمد داش راجع ينافس في موسم رمضان 2024، خصوصاً بعد النجاح القوي اللي حققه في مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان السنة اللي فاتت. أنت إيه؟ مش ناوي تدلقني؟ أنا كنت عامل حساب إن أغير العربية. كمان عصام عمر راجع بمسار إجباري بعد النجاح القوي اللي حققه السنة اللي فاتت برضه في مسلسل بالطو. أكتب مذكرة فيقرر ينتقم وألبس أنا جيزة، صح؟ لا، أنا مش عايز حاجة غير إن أخلص 6 شهور دول على خير. اتنين من الممثلين الشباب راجعين مشتركين في عمل واحد، وفي رهان كبير من النقاد على نجاح المسلسل، لأن أحداث القصة بتتكلم عن اتنين شباب أعمارهم قريبة من بعض، ساكنين في منطقة شعبية وبيخوضوا حياة صعبة. وبعد فترة من الزمن بيكتشفوا إنهم أخين لأب واحد ومن أمهات مختلفة وبيجمعهم مسار واحد. وفي أحداث المسلسل هيكتشفوا أسرار جديدة عن حياة والدهم الراحل، فيا ترى إيه القصص والمفاجآت اللي هيكتشفوها؟ أنتوا الاتنين ولاد عمر البرنس. الفنان عصام عمر هتكون شخصيته مختلفة خالص عن أي شخصية تانية جسدها. هنشوفه في مسار إجباري بشخصية متمردة جداً عن الوضع الاجتماعي اللي عايشه وبيحاول يخرج منه بأي شكل. أما الفنان أحمد داش فهنشوفه في دور ميكانيكي عايش جوه منطقته الشعبية. مسلسل مسار إجباري بيشارك في بطولته مع عصام وداش مجموعة كبيرة من النجوم، زي الفنانة الكبيرة صابرين والفنانة بسمة والفنان القدير رشدي الشامي ومحسن منصور وعدد كبير من الشباب وضيوف الشرف. المسلسل من تأليف باهر دويدار وسيناريو وحوار أمين جمال ومن إخراج نادين خان وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. عمل درامي متميز مليان إثارة وتشويق وغموض وأحداث متنوعة شيقة جداً، هنشوفها في شهر رمضان في وجبة درامية مكثفة من 15 حلقة.